أصدقائي الأعزاء، هذه القناة معرضة للإغلاق في أي وقت للأسف، لأنه عليها عدة إنذارات، وإن شاء الله إحنا راح ننقل الفيديو كليبات على القناة الجديدة اللي هي البسيونة تي في، وإن شاء الله يعني راح ننقلكم كل الفيديوهات اللي بتحبوها على القناة الجديدة، فأرجو منكم إنكم تتوجهوا للبسيونة تي في وتشتركوا فيها وتفعلوا جرس الإشعارات حتى يوصلكم كل جديد، ولا تنسوا تضغطوا زر اللايك والسبسكرايب، وبس بحبكم كتير، محمد وائل البسيوني.